بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن طبقة النهار. مثل ما تلاحظون في الصورة، صورة للغلاف الجوي وللأرض تظهر عليه طبقة النهار رقيقة جدا مثل ما تلاحظون، يعلوها الظلام. لا أحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن الظلام يحيط بطبقة النهار هذا مثل ما تلاحظون، بل كان الاعتقاد أن الضوء ممتد حتى الشمس. ولكن القرآن أشار إلى أن الليل يقلف ويغشى النهار في آية عظيمة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سورة الرعد. صراحة ما نقول له سبحان الله والله أعلم.